هوية بريس نحو إعلام هادف. وأختم لأقول بأنه للأسف الشديد هذه الحكومة يعني هي في سنة يعني في المنتصف ديال الولاية، وبعت الوهم للأسف الشديد، بعت الوهم للمغاربة، ومن بين الوهم اللي بعت هو الوهم اللي بعت الرجال ونساء التعليم، وكنعرفوا اليوم ما يعيشه المغرب. نتمنى أن هذا الأسبوع يكون الأمر قد انفرج يعني بواحد النوع من الاتفاق، لأنه يعني سنتين ديال الحوار زائد شهرين ديال الحوار، بدلنا نظام أساسي، درنا واحد التفاتة مالية خليني نقدرها مهمة. فنتمنى أن هادشي كله، ولكن راه خسرنا، راه هادي دابا فصل، راه منشو تنبير إلى يناير ما قراوش التلاميذ. كيفاش هذا التعليم لا يمس فقط قطاعا، التعليم هو الأساس ديال كل شيء، والاساس ديال الاقتصاد، والاساس ديال الثقافه، والاساس ديال الرياضه، والاساس ديال الفن، والاساس ديال السياسه، والاساس ديال كل شيء. هذوك هما رجالات ونساء ديال المستقبل. فلذلك ما تعرض له التعليم خاصه مع هذه الحكومه من استهتار ومن يعني الحكومه بنت على ارتباك كبير جدا في هذا الموضوع. كان ديال المحامين اضيف له ديال التعليم. نتمنى انه يعني العقلاء بعد ما خسرنا هذا الشيء بسبب هذه الحكومه وارتباك ديالها ان نتداركه بهذا الجانب الايجابي، يعني سواء من التنسيقيات اساسا او من النقابات عموما او من الحكومه ومن جمعيات ومن اولياء واباء ديال التلاميذ كذلك والسياسيين، اننا ندخلوا كاملين بايجابيه لكي نتدارك هذا الزمن المدرسي الذي هدر. شكرا. هوية بريس نحو إعلام هادف.